إذا مفكرين إنه بتعرفوا كل شيء عن سيلينا غوميز، إليكن هالأسرار عن النجمة اللي انتقلت وهي على عمر 11 سنة بس من مدينة صغيرة بتكساس إلى عالم النجومية، وتحديداً إلى عالم ديزني. بالبداية خلينا مع هاللقطة النادرة لسيلينا وصديقة الطفولة النجمة دامي ليفاتو. هيدا كان فيديو سري ومهضوم عن سيلينا ودامي يلي للأسف بطلوا اليوم أصدقاء، والهيئة بسبب جاستن بيبر، حيث أنه دامي ليفاتو ما بتترك ولا مقابلة لتقول أنها بتكرهه. Thank you so much for watching this. Yes, thank you. وهلأ خلينا نشوف سيلينا بأول كاستنج لألا على عمر 11 سنة هي وعم بتقدم لأوديشن لديزني تشانل. We had me and my friend have glow sticks one day, and on the commercials you can see where they have those little glow sticks and they're going, I'm Raven from That's So Raven and you're watching Disney Channel, and me and my friend like to play around, so like I'm Selena. من أنا وصغيرة بحب ألعب دور الساحرة مع عصا سحري. هيدا فعلا الدور اللي لعبته سيلينا فيما بعد على شاشة ديزني. Hey, I'm Selena Gomez from Wizards of Waverly Place and you're watching Disney Channel. من أهم صفات سيلينا أنها كتير بتحب her fans، ولما نقول بتحب قصدنا عن جد بتحبهم ومش بس حكي والبرهان. And when I find those people that genuinely appreciate me for me, it keeps me going. I'm so sorry. I'm joining you. عادة الإعلام والصحافة بفضلوا أعمال الفنية وعلاقتي بجاستن بيبر، شو لبست وين رحت، ولكن لما أشوف إنه هناك فعلا ناس بحبوني لشخصي هيدا الشيء كتير بيأثر فيي. أما ذوق بالأكل ففعلا غريب، ولما أقول غريب قصدي تغطيس البوب كورن بعصير المخللات، يعني عصير البيكلز. One more. Put the pickle juice in a cup, get the popcorn, and then dip it. She's looking at me like I'm crazy right now. It's really good. بالنسبة للتاتوز هن ثلاثة، الأول على معصمة، الثاني على رقبتها من ورا، والأخير على أردافها، وبيقول رح قوم بكل شي بيقدرني عليه الله. وأخيراً إذا حابين تعرفوا لمين كانت أول بوسة، في إلكن إنها كانت لأحد الممثلين الصغار بسلسلة سويت لايف، كان عمره بس 12 سنة. وإذا كنتوا عم تتسألوا إذا رجعت لجاستن أو لا، في إلكن إنه اليوم إيه، بس بكرة ما حدا بيعرف.